الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت مصادر صحفية أن الأموال التي صرفتها السلطات الحكومية ضمن قانون الأمن الغذائي دون وجود جهات رقابية عليها لم تظهر أي تحسن في الأوضاع الاقتصادية للمواطنين. وأوضحت المصادر أن قانون الأمن الغذائي احتوى على نقاط مبهمة ومررتها الجهات المتنفذة في وقت شهد العالم فيه أزمة غذائية، مؤكدة أنه يشمل الكثير من النقاط التي ليس لها علاقة بالأمن الغذائي مطلقا، إذ لا يطابق محتواه مع ما شرع لأجله. وأعدت المصادر هذا القانون أحد أبواب الفساد الجديدة في سرقة المال العام عبر تبويبها في مشاريع لا علاقة لها بالأمن الغذائي، مبينة أنه لن يعمل على معالجة الأزمات الاقتصادية التي يعيشها المواطنون. قالت هيئة النزاهة في العراق أن وزارة الزراعة لا تقوم بما يلزم من أجل حماية المنتج المحلي من البيض والدجاج والأسماك. وأضافت الهيئة أن الوزارة لم تفعل العمل بنظام النافذة الواحدة عند فتح باب الاستيراد على منتج معين لمنع وقوع أي حالة من حالات الفساد، مشيرة إلى ضرورة نشر المواد المراد استيرادها وفق الرزمانة الزراعية قبل موسم الشحة لضمان تكافؤ الفرص بين المستوردين، لافتة إلى أهمية تجنب إصدار قرارات فتح وغلق الاستيراد والتصدير المفاجئة دون تحديد الكمية، الأمر الذي يؤدي لإغراق السوق بالمنتجات وتعريض المنتج الوطني للخسائر. أكدت وزارة النفط الهندية أن العراق ودول الخليج هي الوجهة المستقبلية القريبة لإمداد بلادهم بالنفط. وقالت الوزارة الهندية إن الكثير من إمدادات بلاده من النفط الخام ستأتي من العراق ودول الخليج في المستقبل القريب. وأشارت الوزارة الهندية إلى أن الزيادة في أسعار الطاقة العالمية ليست مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة في أوكرانيا، بل بالتوازن غير الملائم بين العرض والطلب، إضافة إلى الوضع الجيوسياسي العالمي. وعلى الرغم من أن واردات النفط من روسيا انخفضت بنسبة 7.3% في شهر تموز الماضي عن مستويات شهر حزيران، لكن موسكو ظلت ثانية أكبر مورد للنفط إلى الهند بعد العراق. قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن تعليق خط أنابيب الغاز الروسي السيل الشمالي يطرح السيناريو الأسوأ على الإطلاق للدول الأوروبية. وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد الإعلان عن إغلاق خط الغاز الروسي قفزت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء أولا بمقدار الثلث، ثم عادت لترتفع بأكثر من 10%، وهو ما أدى إلى انخفاض قياسي في قيمة اليورو خلال 20 عاما. وأكدت الصحيفة أن الإغلاق سيؤدي في المستقبل إلى مزيد من الارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية تاريخيا، ثم إلى تسارع التضخم وإفقار المستهلكين والضغط على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي تشهد موجة من إغلاق المصانع. تراجعت أسعار النفط على إثر إغلاقات الصين والتوقعات بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 91 دولارا و71 سنتا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتصل إلى 85 دولارا و63 سنتا للبرميل. كما تقلصت المكاسب القوية التي حققها النفط في تعاملات الثلاثاء بعد أن قررت أوبك بلس خفض الإنتاج المستهدف في شهر تشرين الأول القادم بواقع 100,000 برميل يومياً. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز، إلى اللقاء.